مرحبا أصدقائي، حديث الساعة اليوم حول هاتف الفولد القادم من شركة سامسونج. قبل أيام قامت شركة سامسونج بمؤتمر مطورين بطرح هاتف هو قابل للطي لكنه بالشكل الدفتر القديم اللي احنا نطلق عليه ببعض المسميات اللي استعملناهم من شركة نوكيا وغيره، لكنه كان هو شبيه جدا قاتل الجهاز الموتريلا اللي طرحته شركة موتريلا ب 2004 اللي هو الرايزر اللي قابل للطي، وكان بوقتها فتشي ثوري كشي ممكن هي تفتخر به أمام تقنية جديدة ممكن تطرحها ب 2014. يعني نشوف أنه فارق التاريخ جدا صار كبير. فاليوم شركة سامسونج بعد المواجهة والانتكاسة اللي عاشتها مع الفولد من خلال المشاكل اللي عملت جاهدة على أنه يتحلها بين الطي للشاشة نفسها، وقالت أنه هذه المشاكل إحنا قادرين على حلها بالجيل القادم أو بالهاتف القادم، لكنه بنفس الوقت أنه هي أعطت ترويج أنه على أساس أنه إحنا بعنا مليون قطعة للآن من الفولد نفسه اللي كان هو بسعر تقريب 18 ورقة، يعني 18,000 دولار، لكنه هذا الشيء ما له أي أصحية بالوجود، مجرد فد رقم طرحته شركة سامسونج. بالحقيقة ماكو أي نسبة مبيعات لهيك قطعة، لكن اليوم أجت الفكرة مستوحاة مثل ما قلت من شركة موتريلا قديما أو من جهاز نوكيا قديما أو من جهاز سامسونج اللي هي جهة كنترول، يعني الدفتري اللي تكون جهة كنترول وجهة شاشة. فاليوم هي عبارة عن شاشة ممكن تكون قابلة للطي. شوف شركة سامسونج أنه بالتحديث اللي راح تعطي هذا الجهاز الجالكسي فولد انه هي تحل مشكلة عاشتها مع الفولد 1، لكنه بنفس الوقت انه انا ما اشوف فد استغلال الشاشة القابل للطي الى الان، انه احنا ما شاهدنا استغلال واضح. يعني كيف انه انا اذا استعملت هاتف هو ممكن يكون بشاشة 6 و7 انش، نفترض انه هذا الجهاز نفسه، فانا اقوم بطي هذا الهاتف نفسه، يعني اخلي شاشة قابلة للطي واقوم بطي هذا الهاتف حتى يكون هو حجمه مقرب للنص، فبالتالي انا ما ضفت فت شيء، ما ضفت فت نكهة بالاستعمال. أنا ما عندي مشكلة أنه أنا أستخدم هاتف بهذا الحجم حتى تطويلي الشركة وتعطيني نص هذا الهاتف، فبالتالي أنا أفضل أنه يكون هاتف بهذا الحجم حتى عد ما أفت حيكون هو حجم مضاعف، وبهذا الشيء أنه أنا عد ما أستعمل شاشة قابلة للطي أو أستعمل تقنية جديدة أقول أنه أنا فعلا عندي شيء مختلف. عد ما أجي وأستعمل الهاتف أمام الجميع ويكون هو هاتف بشاشة مثل ما نقول مضاعفة، فهنا أنه أقول أنه بدينا نطور من حالنا، لكنه أنا من أطوي هاتف نفسه نفس الحجم أطوي حتى يكون هو نص، وتقول أنه الذريعة الوحيدة شركة سامسونج على أساس أنه هذا الهاتف هو راح يكون مريح بالجيب. إحنا ما عندنا مشكلة باستعمال هاتف بهذا الحجم، لكنه عندنا مشكلة بشاشة ممكن أنه نحتاج حجم شاشة أكبر، وهذا الشيء اللي بصراحة أنا أشوفه ما راح ينال إعجاب كثير، وما أعتقد أنه مهما كان سعره ممكن يكون سعره 750 دولار أو 800 دولار أو 700 دولار حسب التسريبات اللي يعني سربت لنا من المراجعين وغيره، بسبب أنه التقنية نفسها اللي حتطرحها شركة سامسونج مع المواصفات، المواصفات هي ليس فلاكشيب وإنما كيلر فلاكشيب، يعني من الأي 90 وهيك شيء، يعني راح تضيف كم مواصفات موجودة. فبالتالي شركة سامسونج أنا أتوقع أنه توقع جدا كبير من خلال الشيء اللي عرضته بالمؤتمر، أنه هي تستطلع آراء المستخدمين نفسهم وتستطلع آراء تقبلهم الفكرة ممكن يكون هيك شيء ناجح أو لا. فبالنهاية ما أعرف أنطني رأيكم أسفل الفيديو، للآن كمواصفات كل المواصفات اللي طرحتها اليوتيوبر هي مواصفات غير موثوقة، لأنه الجهاز إلى الآن ما له أي وجود، إلى الآن هو مجرد فكرة طرحتها شركة سامسونج. فالبعض قال شاشة 7 و6 و7 إنش، والبعض قال إنه عندنا راح يكون معالج هو 855 بلاس و855 و710 وغيره، فإلى الآن المواصفات هي غير مطروحة بشكل جدا كبير، مع كاميرا أكيد البعض قال إنه الكاميرا راح تجي ب 101 ميجا بكسل، فمثل ما قلت إنه هذه المواصفات اللي أما موجودة، لكنه كجالكسي فولد 2 هو هذا الشكل اللي هي عازمة عليه شركة سامسونج، إنه أكيد بعد استطلاع رأي المستخدمين نفسهم وتقبل فكرة إنه يكون معاهم هيك هاتف أو لا. انطوا رأيكم بأسفل الحلقة وبأسفل الفيديو، هل هذا الشيء ناجح أو هل الشيء راح ينال إعجاب أكثر من المستخدمين أو لا؟ نلتقي بحلقات قادمة، في أمان الله.